وقد هنا من أمام بحر منطقة بيت لاهيا. هذا المكان الذي اعتاد من خلاله السكان وصول عدد من المساعدات بشكل دوري من خلال الإسقاطات الجوية التي تمر من فوق هذه المنطقة. لكن ما شاهدناه اليوم هو مشهد صعب من خلال وصول هذه المساعدات وسقوطها في عرض البحر. المساعدات أجت الطيارات الأمريكية، رمت الطيران في البروشتات في المية، ولقاني صاحب بعرفني أعطاني الكرتون هذا ووعيه، قال لي أنا وياك أبو مازن، وخش جوا في المية وذهب ولم يعد. لحتى الآن اللي ساعة ونص بستنى فيه. والله رحنا عمود عشان نجيب هذه الأكل والشرب وكل شيء، وشو حسب الله نعم ركيل. من وين جبتها؟ من البحر نفسه. والله غرقنا وإحنا، والله خليت السلم يسحب، والله تحت الموجة طلعت، والله مش قادر، هاي شاكل وشاشة من السقعة مش قادر. والله ما استفدنا ولا حاجة، أقول لك استفدت ما استفدت، استفدت اللي هو شوية شادر أنا قاعد دليمه عشان بيتي مهدوم، بدي أسكر حالي، بس ما غير هيك والله ما استفدنا حاجة، كله جراي على الفاضي. هذا ما تبقى من أمتعة الشباب الذين دخلوا إلى عرض البحر للحصول على بعض المساعدات، لكنهم خرجوا محمولين على الأكتاف إلى المستشفيات القريبة. مطالبات ومطالبات بضرورة وصول المساعدات بطريقة آمنة وكريمة بعد أن اعتبر السكان هنا الإنزالات الجوية بالمهينة والتي يسجل من خلالها الكثير من الضحايا بشكل يومي. عبد القادر صباح من شمال قطاع غزة لقناتي العربية والحدث.